تستدعيك يا سلام يجحفر تو نجيب الوالي تو نجيب رئيس الجمهورية كالزم يحضر في حفل البذور الأصيلة حصاد البذور الأصيلة ماهوش عيب فما قانون في البلاد ونقولوا هاي البذور تجيب تجيب نتاعنا بلا خد كلمة سامحوني البذور نتاعنا ما تجيبش راهي يلزمك تلوج على بلاصتها دارها دارها الأصلانية إذا كان أنت عندك القبح المحمودي راهو المحمودي ما يمشيش في الجمهورية كاملة عنده المناخ المعين نتاعو عندنا 107 أصل نوع نتاع قبح يا درار كلهم نجم نزرعهم أنا كلهم يجيوني صابة لا يا سيدي فما نوع يمشي في جديدة ونوع الآخر يمشي في المحمدية ونوع الآخر يمشي في دبربة ماهوش كيف كيف شفتهم جديدة ودبربة لاصقين بعضهم ولكن القبح هذا يمشي هنا والقبح هذاك ما يمشيش غير يلزم الخدمة من الأول جديد حتى حد من الخارج قعد الفلاح وحده فلاح قداش باش يهون من فلوسه أنا توا عندي 10 سنين وخرطت مع البنك الوطني الجنائي 7 سنين ما نزرع كان البذور الأصيلة حتى لو نعمل شوية تاع 1000 ولا 2000 متر يا كريم يا معالية معناها الشاهد نعمله على الآخرين شو اللي خير كيف كيف الإنتاجية أنا المردودية لي أنا تاجر أنا فلاح أنا تجارتي مع ربي أنا يزري دخل فلوس مش اللي تحب تاكل حجر باية على حسابي أنا لا يزمك تاكل حجر باية وتخلصها لانه اذا كان تقول لي على البيولوجي يتكلف 3 مرات قد حق اذا كان القبح الاخر ب 100 دينار يتكلف راهو البيولوجي ب 300 دينار حتى حد ما يمشي من عندك القبح ب 300 دينار قلت 300 دينار يقول لك الحاكم بصعب انا ما نزرعلكش البيولوجي انا نزرع لك العادي القبح العادي واللي يساعدني انا انا شويه معناها لاني تعلمت انا مانيش قاري فلاحه راني انا كنت في الكونفكسيون رجعت فلاحه نسيبي خلها شيء نسيبي بجي نشد دهيت والحمد لله لاباس علموني المرشدين رب كانوا عندنا مرشدين هكا خرجوا للخارج انا نعرفهم مشاو يخدموا معناها فيليبي اجياتيك يخدموا المرشدين التوانسه وفما بلدان باش نوليو نجيبوا من عندها القمح كانوا يشريوا من عندنا في القمح توا باش هما يبعثونا القمح ثانيا هل يقولوا تونس ماهيش مطبور روما انا نتحدى كل واحد حمودة باشا جاء في من الأواخر القرن 18 إلى أوائل القرن 19 1700 واش في الأخر 1800 واش 14 سنة بعد أكل المجاعة اللي صارت في تونس وصل لي صدر القمح يزم سياسة والقمح الباهي اللي طوده بروتين عالي فيه يقعد في تونس ويخرج الزقاطة الزقاطة يخرجها لفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وإنجلترا ما بيعلومش الحاجة الباهية ما فماش سياسة 220 سنة ونحنا نحبوا نوصل الإنتاجية الباهية لا ضعف السهول كلها تبنات وشك بني عمد يحط الظروف في مكتوبه والمعتمد ياخذ علوش وابني دار على روحه شوف السهول أنا نعرف برحمنا من مش شعبية البرش صدرية على اليمين وانت طالع فندق جديد كانت كلها قمح للزرع كلها برا ساتة وكلها ديار وانت ماشي للجديدة الديار على اليمين وعلى اليسار المناطق السقوية نحاول عليكم وبنام عايش فما مناطق سقوية المواطن هو اللي يخرب البلاد ماشي دولة المواطن يا اخي شكون هي الدولة ما وانت وين الدولة اذا كان انا وياك ناخذ بجد اما باش نقعدوا نتكلموا ونقولوا كلام فضفاض نجموا نقولوه الكلام الفضفاض اما الصحيح الفلاح ما عادش عنده قلب الفلاح يقول لك انا فلاح منين فلاح انت تولدت خاطر تولدت انت في الريف ماكش فلاح ما تعرفش الفلاحة الفلاح يجب يكون يعرف الفلاحه ويجب يمارس الفلاحه مش هو يخدم في الاداره شاوش ولا مدير ولا رئيس مدير عام وعنده فلاحه مسيفها اللي جاب ربي فيه البركه وبعد يدور يبيعها للبناء الفوضوي هذيك الفلاحه شو اللي صاير لها في تونس تو الناس الكل تخفي الاراضي وتقسمت الاراضي ورثها من عند بوه يشدوا ماكسيموم باش يبيع اعطيه فلوس واحد يشي بلاص للبذور الاصيله يلزم الناس تتلم وتخدم بالقانون انا نوريك القانون فصل 2010 يجاوا مخدموا معايا انا ما عادش عندي برشا كنت نصرفي 50 هكتار تقسم من الجيل ولا عندي 8 هكتارات يجب بالقانون نخدم معاك شنو تحب تكثر وزاره الفلاحه شريكتي هي الشريكه الاساسيه وكي ترفض انا نحاسبها قدام الحاكم وقدام ربي عندي الحق انا باش نجرب المشاتل
وهي كان ما القاعده ما فيهاش انتاجيه ترفضها، وحاجه ما فيهاش انتاجيه نزرع فيها الواحد.